أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. قدم أعضاء مجلس النواب المنتمون لحزب الرئيس المخلوع مبادرة للحل في اليمن. تضمنت هذه المبادرة دعوة لإنهاء الحرب وإشراف أممي على كافة المنافذ البرية والموانئ البحرية والمطارات الجوية في أنحاء البلد ورفع أسماء قادة الحرب من قائمة العقوبات الأممية. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نتوقف عند هذا الخبر لنناقش دلالاته ومدى قدرة هذه المبادرة على تلبية شروط السلام في البلد. في خطوة تبدو رمزية تأتي هذه المبادرة لتكشف عددا من القضايا ليس أهمها الدعوة للسلام وإنهاء الحرب، فبين سطور هذه المبادرة تتضح أبعاد أخرى تتعلق بصراع أجندة حلف الانقلاب في البروز على مسرح الأحداث كطرف في التسوية السياسية التي تلوح في الأفق، وهو ما يبدو أن الرئيس المخلوع لا يزال يطمح في تحقيقه من خلال استغلال إمساكه بمجلس النواب. مشاهدينا، سنبدأ النقاش بعد أن نشاهد هذا التقرير. في العام الثالث للأزمة اليمنية لم يتوقف بعد سيل المبادرات الباحثة عن الحل، الجميع يبحث عن مخرج لكن من الباب الخطأ في كل مرة. هذه المرة محاولة جديدة من تحت قبة البرلمان في صنعاء ومن أعضاء مجلس النواب المحافظين على ولائهم للرئيس المخلوع. دعوة جميع الأطراف لوقف الحرب وكافة الأعمال العسكرية ورفع الحصار البري والبحري والجوي المفروض على اليمن. تدعو المبادرة لإيقاف الحرب وإنهاء ما تسميه الحصار والعودة للحوار السياسي بين جميع الأطراف، فيما لا يتحدث نواب الشعب أو من كان يفترض أنهم كذلك بشيء عن السبب الذي أودى بنا إلى هذا المآل وضرورة التراجع عنه ومحاسبة مرتكبيه. لكن من كان يتوقع أن يتحدث هؤلاء عن الانقلاب وإسقاط الدولة وهم في صف من قام به منذ اليوم الأول؟ بعيدا عن هذا، فإن ما تخفيه المبادرة أكثر مما تقوله. يرى مراقبون أن هذا التحرك من تحت قبة البرلمان يشير إلى تسارع مساعي الرئيس المخلوع لاستعادة بعض القوة من بين يدي حلفائه الحوثيين وتصدر واجهة الحراك السياسي المعبر عن توجهات حلف الانقلاب، وهو ما خلف امتعاضا واضحا لدى حلفائه عبر عنه وزير الشباب المحسوب على الحوثيين في حكومة صنعاء. على الجهة المقابلة، يشير هذا التحرك الجديد من قبل ما تبقى من مجلس النواب في صنعاء إلى ضعف أداء الشرعية وعجزها عن لم المجلس وتفعيل دوره لإسناد الشرعية، وهو ما يبقي على المجلس في يد الانقلابيين على الرغم من فقدانهم للأغلبية داخله. إذا نبدأ النقاش مشاهدينا، وينضم إلينا رئيس مركز شمسان للدراسات والإعلام الدكتور عيدروس النقيب. دكتور مساء الخير. أهلا مساء النور والعافية، أهلا وسهلا فيك. دكتور أهلا بك، يعني مبادرة من مجلس النواب أو ما تبقى منه في صنعاء، في أي سياق يمكن فهمها برأيك؟ شكرا جزيلا، تحياتي لك ولمشاهديك الكرام. الحقيقة أنا ما إن قرأت العنوان يوم أمس على بعض المواقع الإلكترونية حتى شعرت بالسعادة أن هناك مؤسسة ستقوم بشيء جديد تقدمه لليمنيين الذين يكتوون بنيران الحرب والمجاعة والأوبئة والفقر والإفقار المتعمد. لكن عندما قرأت المواد الأربعة التي تتكون منها المبادرة، للأسف الشديد اكتشفت أن المبادرة ليست سوى محاولة لإعفاء المنقلبين أو التحالف الانقلابي من أي التزامات وإكسابهم مزيد من النجاحات والحقائق. يعني خذ على سبيل المثال، لم تتكلم المبادرة عن موضوع الأسلحة المنهوبة والميليشيات الغير القانونية التي جرى يعني والاستيلاء بشكل عام على الدولة، لم تتكلم عن مشروع الدولة، لم تتكلم عن مصير الدولة، لم تتكلم عن الشرعية، وأنا بالضبط لا أقصد بالضبط الشرعية الحقيقية المتمثلة بالرئيس عبد الرب منصور هادي، لكن شرعية الدولة لم تتكلم عنها المبادرة، لم تتكلم عن معاناة اليمنيين إلا في إشارة أنه يعني تجميع الأموال من أجل تسديد رواتب الناس، لكنهم تجنبوا الإشارة إلى السبب فيما وصل إليه اليمنيون من معاناة والانهيار الاقتصادي الذي تعاني منه اليمن. بمعنى آخر، كل الجوهر الرئيسي في المبادرة هو إيقاف الحرب وإلغاء العقوبات على المعنيين، والمقصود بذلك علي عبد الله صالح وأولاده
وعبد الملك الحوثي وأنصاره. نعم، ولكن دكتور هذا ما هذا ما ذكرت يعني يضع السؤال، يعني ما مدى نجاح هذه المبادرة، وأيضا ما هو السلام الذي ينظر إليه أعضاء مجلس النواب بهذه المبادرة؟ بالنسبة لأعضاء مجلس النواب، لأنني لا أتابع الجلسات ولا ألتقط قنوات الانقلابيين، لا أدري مدى مشروعية الاجتماعات التي تعقد، لكنني أعرف من تجربتي في مجلس النواب، وأنا أتحاشى الحديث أني كنت مجلس نواب لأني أشعر بالخجل في مجلس نواب 14 سنة لم يستطيع أن ينتخب، أن يجدد انتخاب نفسه. أعود وأقول أنه تجربتنا في مجلس النواب أنه 30 عضو يقدروا يتخذوا قرارات مصيرية تتعلق بمصير البلد في الحرب والسلم، وهذه وهكذا صارت قيادة الأخ يحيى الراعي لمجلس النواب. فلا أدري كم الحاضرين الذي أقروا المبادرة، لكن عودة إلى سؤالك، هذه المبادرة هي تعني المبادرين أنفسهم، لأنها تتعلق بهم، تتعلق بإلغاء العقوبات على من خطفوا الدولة، وتتعلق بإيقاف الحرب عليهم، وعمليا الحرب هي واقع. لكن للأسف الشديد على الطرف الآخر غابت مبادرة الحقيقية التي مفروض أن تبادر بها السلطة الشرعية، وهذه المبادرة كان يمكن أن تتخذ منحيين: المنحى الأول تصعيد الجبهات العسكرية وتحقيق انتصارات حقيقية على الأرض، أما تسليم ميدي واستلامها واستلام صروع وتسليمه والحركة حوالين معسكر خالد وعدم دخول المعسكر، هذه ليست معركة. المعركة أن كان مفروض احتلال الحديدة والزحف باتجاه صنعاء، هذه هي المعركة الحقيقية. الدخول من جبهة نهم باتجاه صنعاء لا أستطيع أن أفهم. سنعود للحديث حول هذه النقطة دكتور، لكن دعني أن أشرك معنا في النقاش. سينضم لنا من تعز أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحديدة الدكتور فيصل الحذيفي. دكتور مساء الخير. مساء النور، مرحبا بك، أهلا وسهلا. أهلا بك دكتور. مبادرة من أعضاء مجلس النواب تتضمن إلى جانب إيقاف الحرب الدعوة لإشراف أممي على كافة المنافذ البرية والجوية والبحرية، ألا يعد هذا تراجعا من قبل الانقلابيين يمكن استغلاله للانطلاق نحو الحل؟ لا أعتقد بأن هذه الدعوة متعلقة بحل بقدر ما هي عبث مستمر، كما سبق المحادثات في الكويت وفي جنيف، وغدا ربما وبعد غد ستدعى إلى مثل هذه المبادرات الوهمية. مجلس النواب لا ينبغي أن يدعو إلى مبادرات، هذا المجلس يمثل الشعب، ولو كانوا يحترموا هؤلاء أنفسهم ويعرفوا الوظيفة الحقيقية لاستخدموا سلطاتهم الدستورية بعزل علي عبد الله صالح في عام 2011، واستلموا السلطة وهيئوا الانتخابات بعد 60 يوما وجددوا السلطة الشرعية. هذا هو موقف مجلس النواب حسب الدستور. هؤلاء أناس مرتزقة، يعني كيف نصدقهم أو كيف نتعاطى حتى مع مبادرات تأتي من هؤلاء؟ لم يشعروا يوما بأنهم نواب للشعب، ولم يتصرفوا في الدستور في أحلك الظروف للبلد، وبالتالي اليوم بعد 3 سنوات حرب يجي يعمل مبادرة؟ هذا إنسان موجه بالريموت كنترول لا عقل له. يعود إلى الدستور، هؤلاء الناس يعودوا إلى الدستور ليروا ما هي واجبات مجلس النواب في المراحل الاستثنائية، هي عزل أي الرئيس، عزل الحكومة، استلام السلطة، الدعوة إلى انتخابات خلال 60 يوم، وبالتالي لا نحتاج لا مبادرة خليجية ولا نحتاج ثورة في الشعب ولا اعتصامات ولا يحزنون. وبالتالي للأسف نحن وحش علينا بانتخابات ندفع من جيوبنا لأناس مرتزقة يعملون لحاكم مستبد لا قرار أكثر، وبالتالي كيف نأتي لنطرح حتى مبادرتهم للنقاش على الرأي العام؟ والله هذا معيب في حقنا، موضوع لا يستحق أن نناقشه من هؤلاء الناس. نعم، لكن أيضا يا دكتور هناك قبل أيام كان الرئيس المخلوع يتحدث بنبرة عالية عن رفض المقترحات الأممية بشأن ميناء الحديدة، فيما تأتي الآن مبادرة أعضاء يعني تابعين له في مجلس النواب في سياق مخالف، إلى ما يشير هذا الأمر برأيك؟ هناك تبادل أدوار لا أقل ولا أكثر. أي خطاب يأتي من عفاش هو يعبر عن حالة مأزق، وهذا المأزق يعبر به بطرق معاكسة للحقائق، يعني هو يعيش حالة من الاختناق السياسي
من المستقبل المنتهي، وبالتالي يحاول أن يضع ألاعيبه كما هو في السابق، يعني الرجل مستميت حتى الموت، يعني لا يهمه، يعني هو عاش ولا يهمه إن مات في نفق أو مات في قصف أو حتى قبض عليه وحكم. يعني الرجل مستعد أن يمارس هواياته بلعب القمار السياسي على المجتمع بأكمله، وهؤلاء الأراغوز هو يحركهم لكي يقولوا عكس ذلك، حتى يعطوا رسائل مبهمة لجهات معينة خارجية، وأيضا هناك إرباك للرأي العام والعقل اليمني حتى يسهل إخماده للقبول بأي حل في نهاية المطاف. نعم دكتور، ابقى معي، دعني أعود بسؤال لضيفي الآخر دكتور عيدروس النقيب. دكتور عيدروس، هناك من يرى أن هذه الخطوة ليست سوى محاولة من صالح للتلويح بأنه لا يزال يملك أوراقاً أو في أي تسوية مقبلة، ما مدى دقة هذا الطرح؟ لا، الحقيقة أن الرئيس السابق علي عبد الله صالح يمتلك قدرات بهلوانية عالية لا يستطيع أن يجاري فيها أحد، وهذه إحدى استعراضاته. من المعروف أنه يعني يتقن خلط الأوراق، يتقن صناعة البدائل، ولديه طاقم من المستشارين المحترفين يعني، لكن الموضوع هو ما مدى قدرة هذه المبادرة على صناعة منتج يخرج اليمن من مأزقها. لا يوجد أي لا يوجد أي مؤشر إن هذه المبادرة قابلة للحياة، لأنها تتعاطى مع طرف واحد، يعني هي تتحدث عن مصالح طرف واحد أو عن موقف طرف واحد لإنقاذه من المأزق اللي هو فيه، رفع الحصار، تشغيل الموارد المالية، كما يسمونه حصار، طبعا هم يتحدثون عن حصار، إيقاف الحرب وإلغاء العقوبات. طيب ماذا عن الدولة؟ ماذا عن الشرعية؟ ماذا عن الدستور؟ ماذا عن الاقتصاد؟ ماذا عن معيشة الناس؟ ماذا عن الأوبئة؟ يعني عرجوا عليها فقط على سبيل الإشارة. ولذلك أقول أن هذا نوع من المناورة السياسية التي تقدم صالح وأركانه، وأعتقد أنها صادرة من كتلة المؤتمر، ولا أدري لأنه في 2 أو 3 هنا دكتور عيدروس. يعني أيضا من الملاحظ هناك امتعاض من أعضاء في جماعة الحوثي يعني تجاه هذه المبادرة، ألا يدل الأمر أن هناك عمل يعني بتوجه منفرد من قبل المخلوع وجماعته؟ لا، هو بالنسبة للتحالف بين الطرفين، بين الشركاء الانقلاب، هو يذهب باتجاه مزيد من الانفصام، لأنه المصالح مختلفة والاتجاهات مختلفة والإيديولوجيات مختلفة، وهذا تحالف اللصوص وليس تحالف الشرفاء، وبالتالي وجود تصادم في لحظات معينة هذا أمر وارد ومحتمل، ويمكن يتخذ منحى تصاعدي. لكن في اعتقادي أن القيادتين في الطرفين ما تزالان حريصتان على تأجيل التصادم المباشر، لأن الحرب ترغمهما على ذلك. أنا كنت أريد أن أقول أنه فات على الشرعية أن تستثمر ما لديها من نقاط تفوق وتقدم نفسها وتبدأ هي بالمبادرات. ليس شرط أن تبادر كما قلت فقط في الجبهات والتقدم في العسكري، لكن أيضا تقديم مبادرات تضمن استعادة الدولة وتحجيم الميليشيات وإعادة السلاح إلى مؤسسة الدولة الوحيدة وإيقاف الحرب. أيضا لا أحد متعطش للحرب، شخصيا أنا أتألم حتى عندما أرى قتلى من الحوثيين ومن أنصار صالح، لأن هؤلاء في الأخير بشر من حقهم أن يعيشوا الحياة، لكن للأسف الشديد الطرف الانقلابي لا يتعامل بمسؤولية مع أرواح الناس، نعم، ولا يتعامل بمسؤولية مع المترتبات التي تصنعها جرائمهم في اختطاف الدولة وخوض حرب مدمرة ضد اليمن واليمنيين. نعم، سأعود إليك دكتور. دعني أنتقل بسؤال لدكتور فيصل الحذيفي. دكتور فيصل، إعادة تفعيل دور مجلس النواب ألا يشير إلى أن صالح لا يزال هو الطرف القوي في صنعاء؟
بالنسبة للطرف الانقلابي بشقيه هو لا يعبر عن قوة، وإنما ضعف الشرعية هي التي جعلته يبدو قويا، ليكون ذلك واضحا. هناك اختلالات في أداء السلطة الشرعية على الأرض عسكريا ومدنيا واقتصاديا وتنمويا وعماريا، جعلت الطرف الانقلابي يناور ويبدو على أنه لديه أوراق. الانقلابيون هم يعرفون في قرارات أنفسهم بأنهم لا يمتلكون أي نقاط قوة وإنما انتحار، هم يمارسون الانتحار السياسي، ولأن عقولهم لا تحمل مشروعا سياسيا أخذوا شيئا مغتصبا لا يريدون إرجاعه ولا يريدون تسليمه. يعني هم اغتصبوا الدولة، اغتصبوا السلطة، سلاح الدولة، المعسكرات، الأموال، إيرادات ظلوا يجتفوها حتى استنزفوا البنك المركزي، وبالتالي هم كمن كاللص الذي سرق ويرفض إعادة ما سرقه. نعم. مهما كانت الثمن، لأنه إذا أعاد ما سرق أو استسلم يعني أنه يسلم نفسه أو يسلم رقبته للمحكمة والانتهاء النهائي يعني. نعم. ليس لديهم خيار، هم يمارسون لعبة الانتحار السياسي. هو هناك دكتور أيضا جماعة الحوثي في خلال الأيام الأولى للانقلاب كان هناك عدم اعتراف بمجلس النواب وأيضا حل لهذا المجلس ويعني رفض كامل من قبل الميليشيا للمجلس. اليوم تتغير الصورة، هناك يعني مبادرة تقدم، وكيف تنظر إلى ذلك؟ أنا أنظر إلى هذا الفعل باعتباره طبيعي، لأنه طرف الانقلاب كلما وجد نفسه محاصرا ومشددا عن الخناق يتحد أكثر ويتصلب في بنائه الداخلي أكثر، لكن لو رأى نفسه لديه مجالا للحركة الحقيقية والمرة الحقيقية هم سيختلفون، ولكن نتيجة للضغوطات الكبيرة الداخلية والإقليمية والدولية ضدهم دفعهم هذا إلى الاتحاد أكثر والتنازل لبعضهم أكثر، لأنهم يعرفوا أن أي انفصام فيما بينهم بشكل علني هو النهاية الذاتية بدون لا. حتى تدخل خارجي أو محلي، يعني ستتراجع كل قواهم وستنهار بلحظات، وبالتالي هذا توحدهم كما قلت لك وهو كذب هو نتيجة للضغوطات التي على رؤوسهم تجعلهم يبدون متحدين وكتلة واحدة، وأيضا يضللون على الرأي العام بأنهم قوة، ويضللون على أتباعهم الذين يرمونهم بمحارق القتال على أنهم ما زالوا أقوياء، بينما الحقيقة هي عكس ذلك، هم تحت ضغط قوي جعلهم على أن يبدو متوحدين أكثر فأكثر كلما كان الضغط أقوى. نعم، لكن دكتور هنا سؤال أخير، بنظر إلى مجلس النواب هل يعد معيار قوة لأي من الطرفين في امتلاك المجلس؟ يعني ما مدى شرعية هذا المجلس؟ المجلس انتهت شرعيته منذ انتهت دورته الانتخابية، هو وفق الدستور انتخب لفترة دورة انتخابية معينة، وبالتالي غير شرعي التجديد، هو يجدد نفسه. التجديد عادة يكون تجديد طارئ لمدة 60 يوم 90 يوم، لكن لا يوجد مجلس يجدد نفسه فترات متوالية، وبالتالي هو غير شرعي كبنية دستورية، وهو غير شرعي كمعطى سياسي، وهو غير شرعي كشخوص وصلوا إلى هذه المؤسسة بطريقة المال والرشوة السياسية والتكتل العسكر قبلي، غير كذا أي شرعية ممكن يمتلكها هؤلاء؟ هم أقرب إلى اللصوصية أكثر من الوطنية يعني، والشرفاء منهم أبدى موقفه باكرا وانسحب ومال إلى الموقف الوطني. نعم، أشكرك جزيلا الدكتور فيصل الحذيفي أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحديدة، كنت معنا من تعز. أعود إلى ضيفي الدكتور عيدروس النقيب. دكتور عيدروس، في الوقت الذي نرى فيه تحركات صادرة من أعضاء مجلس النواب التابعين للرئيس المخلوع، لم نرى أي تحرك من قبل السلطة الشرعية لتفعيل دور المجلس، كيف يمكن فهم الأمر؟ شوف يعني للأسف الشديد الشرعية كما قلت قبل قليل السلطة الشرعية لا تجيد مهارة استخدام نقاط تفوقها، وأحد النقاط التفوق هو استخدام مجلس النواب أيضا. طبعا أنا مع القائلين أنه مجلس النواب انتهت فترته في 2009، هذا كلام دستوري معروف وجرى التمديد له لسنتين بمادة دستورية تعديل المادة 65 من الدستور، انتهت في 2011 عمليا.
لكن باعتبار المجلس موضوع صراع بين السلطة الشرعية والإنقلابيين، كان الأحرى بالسلطة الشرعية أن تستخدم كل الممكنات لاستقطاب أكبر عدد ممكن من أعضاء مجلس النواب الانتصارة وعقد الاجتماعات في عدن كما صدر القرار من الرئيس عبد الرب منصور هادي. وهذه الخطوة بسيطة جدا. أنا دعوت هذا وسأبيع هذا الأول مرة، دعوت عبر الأخوة في التكتل البرلماني المؤيد للشرعية، دعوت إلى دعوة أعضاء المجلس النواب إلى عدن وصرف لهم مستحقاتهم. يا أخوة، إلى الآن أعضاء مجلس النواب إلى الآن الأخوة في السلطة الشرعية مش عارفين أن أعضاء مجلس النواب مخطوفين في عدن. أنا أعرفهم في صنعاء، أنا أعرفهم واحد واحد، يمكن 20 إلى 40 واحد اللي هم مؤيدين عقائديا لعلي عبد الله صالح وعبد الملك الحوثي، أما البقية فلا حول لهم ولا قوة، هم مجرد مخطوفين يعني جالسين هناك من شان 200,000 أو 300,000 اللي تصرفهم آخر الشهر. إذا صرفت المستحقات كاملة من رئيس عبد الرب منصور هادي سيأتون إلى عدن بالغالبية المطلقة. لكن أيضا يا دكتور، هناك دعوات كثيرة من شهرين وأكثر، ونحن نسمع عن جلسة مرتقبة لمجلس النواب في عدن، لم نرى هذه الجلسة لا في عدن ولا في الرياض. برأيك ما هي الأسباب في هذا التعثر حتى اللحظة؟ السبب بسيط جدا، انك تدعو ناس من داخل اليمن من صنعاء ومن الحديده وتعز وذمار والمخا وعمران وهم مخطوفين داخل صنعاء، تريدهم يروحوا جده. الدعوه ببساطه شديده يعني تحتاج مجهود من اجل تسهيل وصول الناس الى موقع عقد الاجتماع، وانا لست مع بقاء البرلمان وحتى الرئيس في المملكه الشقيقه. ينبغي العودة إلى عدن وتهيئة البيئة السليمة لتفعيل مؤسسات الدولة. نعم. وحينها سيأتي البرلمانيون، وأنا متأكد أن أقل شيء 200 عضو سيكونوا أنصارا للرئيس عبد الرب منصور هادي، لأني عارف أنا إيش معي داخل مجلس النواب، يعني مواطنين بسطاء أقل ما يقال عنهم أنهم مواطنين، لكنهم يمتلكوا الحصانة البرلمانية ويقدر اتخاذ القرار السياسي، وإذا ما أقنعوا بمؤازرة الشرعية سيقفون معها، لكن اليوم هم مضللون من قبل الإعلام الإنقلابي، وبالتالي ببساطة شديدة لا توجد رغبة لدى السلطة الشرعية لتفعيل البرلمان واعتباره نقطة ارتكاز. السلطة الشرعية تخسر نقاط تفوقها، تخسر المد العسكري والدعم الإقليمي والدعم الدولي، وتخسر الانتصار الشعبي اللي حققه المقاومون في بعض المناطق. نعم. وستخسر البرلمان لأنها لا تجيد توظيف نقاط التفوق وتحويلها إلى أدوات سياسية في مواجهة الطرف الإنقلابي. نعم، إذن أشكرك جزيلا دكتور عيدروس النقيب، رئيس مركز شمسان للدراسات والإعلام، كنت معنا. إذن مشاهدينا بهذا القدر نكتفي ونصل إلى ختام الحلقة. أشكر أيضا أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحديدة دكتور فيصل الحذيفي، وختاما مشاهدينا تقبلوا تحياتي وتحيات معد حلقة ليلى زميل كمال حيدرة، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى الملتقى، أترككم في رعاية الله وحفظه.